الو سان خاوتي 040 هم سابسون القزرام يخدمو ما لي طال دافونسمون راهي افونسي بزاف بزاف بارابول ليامات لي فاتو. وعينكم هي ميزانكم خاوتي، عينكم هي ميزانكم. هم دارو لي هاد الكاري اسباس هاهم هيك باش تشوفوا بلي راهم يفينيو هاليك. هم يديرو لكم بيطون امبريمي صحاب الايلو 5 اللي كانوا مقلقين على الايلو 5 هاليك. صحاب الفانتيا والفاندو هايليك هم يفينيو لكم في السيت في الايلو هاد ويت. صاب الفانتيا والفاندو هاي اللي بك الفاندو سير لا كوش سير لا دروات والفانتيا سير لا كوش. خدمه ما شاء الله. السلام عليكم خوتي، واش راكم صافا لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. او الايلو 10 هم بداو يخدموا صحاب صونا الغاز. ديروا في بالكم خدمه تاع 4 جوري كملوهم هاوليك. ايلو 10 هاوليك الايلو 6 مع 5 الايلو 6 هم داروا 040 غنفرشو 040 وسحب صونا القزام يجوزو ليه اللي بقى لهم برك يتيرو ليه كابل هام ليك باش تشوفوا بعينيكم بلي الحالة راهي تمشي هاول. و ها ليك هم يتيرو ليه كابل هم يخدمو سحب صونا القز. هذا الايلو 6 33 و 32 الايلو 6 مع 5 الايلو 6 يحبس في 30 صونا الغاز راهي برسك تكمل الخدمه تاعها في الايلو 5 و 6 والسات كيف كيف راهم يخدموا راهم يخدموا تاعك. هم يفرشوا في 040 هاوليك باش يفرشوا البيطون امبريمي والخدمة تاع البيطون امبريمي في يومين يكمل لك السيت. ها الايلو 5 هاوليك الايلو 6 مع 5 الايلو 6 هم داروا 040 هم فرشوا 040 وسحب صونا القزام يجوزوا ليه اللي بقى لهم برك يتيروا ليه كابل هام ليك باش تشوفوا بعينيكم بلي الحاله راهي تمشي هاول. و هاوليك هم يتيروا ليه كابل هم يخدموا سحب صونا القز. هذا الايلو 6 33 و 32 الايلو 6 مع 5 الايلو 6 يحبس في 30 صونا الغاز راهي برسك تكمل الخدمه تاعها في الايلو 5
5 و 6 السات كيف كيف عم يخدموا رامي عم يخدموا تانيك عم يفرشوا في الزيرو 40 هاوليك باش يفرشوا البيطون امبريمي والخدمة تاع البيطون امبريمي في يومين يكمل لك السيت الايرو 5 او الايرو 1 الاسباس فان كملوه الاسباس دو جو كملوها هاوليك خدمة ما شاء الله ها او الايرويت اسباس فار نروح 040 تروح زيرو كارونت دارا الايلو ويت عم يديرو الاسباس دو جو بالكوتي الدوزيام ايلو ناف ايلو ويت السلام عليكم خوتي وش راكم صافا لاباس ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير انا مع اخونا سفيان السلام عليكم خوتنا اليوم رانا 21 ماي 2022 مباشره من الحي هذا الشباب نتاعنا ان شاء الله واكزاكتومون من الايرو 2 ما شاء الله تطور الاشغال الله يبارك المهم هذا لايف خفيف باش نقولوا باللي العشيه ان شاء الله نعطيكم ندير لكم لايف تفصيلي تلاقينا مع المسؤول تاع الفي ار دي واخبار مطمئنه ان شاء الله و تطور اشغال نقول لكم واش كاين كاع ممكن نلحقوا ان شاء الله نديروا لكم لي فيديو تاع نحط لكم لي فيديو تاع دافونسمون ومنشور وتفاصيل ان شاء الله بارك الله فيكم السلام عليكم خوتي اشياء ان شاء الله السلام عليكم خوتي واش راكم صافا لاباس ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير هذه الدخله برينسيبال الاولانيه راه محكمينها صحاب الفي ار دي عم يخدموا هادي هذوك من الناس من الجايه تلقاوها تلقاو كيما نقول لك حاجه واحده اخرى ها بليك يبداوها من الدخله تاع لاجون وروح هم بداوها مدخلوا الماتيريال تاعها عندهم الطريقه هاديه الاولانيه والطريق الدوزيام هادي اللي جايه مور 51 56 60 60 61 هاديك هي الدخلة الدوزيام هادي هي الأولى اللي محكمينها كوتي تاع الفي ار دي تسمى جابوا الماتيريال تاعهم دوك يبداو يخدمو تسمى سمعنا 10 أيام تبدل لهنا الطريق هادي الطريق تولي حاجة واحدة أخرى والدخلة الدوزيام اللي راه محكمينها تانيك هادي هي هادي الدخلة الدوزيام